Tenere, différentielle, éloge de l'exercice. Ça te remet les mains dans un derrière. Le mot roi, mais calimatan, à tala makoul, finis patil et adé mahda, mafroumen, calimatan, deux mots, deux termes, bert, wa outroa. في أحاديثنا نقول بطريقة تلقائية أنا باحث أعد بحثا أعد أطروحة ونادرا ما نتوقف عند هذه الكلمات لنسألها ماذا تعني بالنسبة لنا خارج تحديداتها الإدارية أو القانونية، الطروحة هي كذا من إلى والباحث هو كذا. اليوم سنتوقف إذا سمحتم عند هذين أعطينا الله العبارات الكلمتين نظرا لأهميتهما بالنسبة لما يقدم عليه كل واحد منا. والسؤال لماذا نجد هذا الانشغال او هذه الرغبه او هذا التعاطي للبحث ايا كان المجال؟ لا اتحدث عن البحث الجامعي فقط، البحث هناك من يبحث بفعل الصدمات التي عاشها ويعيشها العالم تبين أمر كثيرا ما نتناسى وهو أننا نعيش في عالم من المجهول ولهذا داخل سلسلة الشغالات التي أقوم بها على مستوى إيلوج دو ليكزارسيس أليف لومبير دو لانكوج إمبراطورية المجهول ربما ما تراكم من معارف علمية وغير علمية واختراعات وهو جعل الكثير من البشر يحسبون أن البشر أصبح يعرف كل شيء، هذا غير صحيح، والذي يعرف هذا الأمر أكثر من غيره هو العلماء، أقصد بالعلماء رجال المختبرات، لفري سيانتيفيك، سأعود إلى هذه النقطة لنظرا لأهميتها العاطفية والنفسية والمغالطة بالنسبة لما نسميه بحث. إذا عالم نجهل عنه كل شيء بل وقد نجهل الكثير الكثير عن أنفسنا وإلا لما أصيب أحد بمرض أو باضطراب نفسي لو كان يعلم ما به يقول أورينا بويت والكبار البيولوجيين لا أعرف كيف تسير الدماء في عروق كلما نظرنا في سؤال ماذا أعرف وماذا لا أعرف أصبح مجال ما نعرفه صغير جدا
ويصغر ويصغر أكثر عندما نرى المسافة لا متناهية لما لا نهدف. لقد قلت لا متناهية، لا فيه. عندما أقول لا فيه، عالم كون لا متناهي، بمعنى أننا لا نعرفه ولا نستطيع معرفته، لأنه لا يتناهى باستمرار. Il n'arrête pas de devenir un infini. ولا متناهي ما لا نعرفه. كانت المسافات التي كان يتصورها بليس باسكال، ولم يكن باسكال يعلم بأن العالم غير متناهي، تقلق. كان يحس باضطراب شديد وهو يقول هذه العوالم، هذه المسافات. فماذا كان سيقول هو؟ الهندسي العبقري لو علم كما نعلم الآن أن العالم غير متناهي، الكون إذا الكون غير متناهي به سحر وإغراء. ما هو غير معروف يكون به نوع من الإغراء. إلى بلد بعيد لا أعرف عنه شيئا كثيرا، في قصيدة غير مطبقة للشاعر الفرنسي الكبير ألفريد دو ميسي اسمها لا نوي دو مي، ليلة مي. أقول عندما نصلي لله ونتغنى ونتبادل الحديث ونتحدث عن أحلامنا وعن الحب، لن نرحل ربما عشيقته، لن نرحل بقبلة في عالم مجهول. Partons dans un baiser dans un monde inconnu. قبلة وعالم، ولكن في أغلب الحالات مرعب، لأن الناس يخافون من المجهول، والمجهول يحتمل دائما أخطار كبيرة جدا. إذا المجهول، وخاصة عندما نقول عنه إنه غير